Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, brothers and sisters. Welcome to this series of short funny Arabic stories. Before we start, I need you to know that these stories are for beginners. They are funny and short, and I will read them very slowly so you can understand the whole meaning. Another thing, I want you to know that you will listen to this story twice. The first time will be with English subtitle and the second without. And between them, I will explain every word individually. And finally, if you have any question, please leave them in the comment section and I will be more than happy to help you. حساء الحجارة. كان جحا مسافرا وفي الطريق هبت عاصفة فأخذ يبحث عن مأوى. رأى جحا بيتا ريفيا فقصد إليه وطرق بابه، ففتح له صاحب البيت وسأله ماذا تريد. فقال جحا: أريد أن أحتمي بدارك حتى تسكن العاصفة. قال الرجل: تفضل. كان الرجل بخيلا، ولما حان وقت العشاء دخل ليتعشى مع زوجته تاركا جحا بمفرده، وبعد قليل عاد إلى جحا يتحدثان معه، وشعر جحا بالجوع ولكنه خجل أن يسألهما طعاما. فكر جحا في حيلة كي يحصل على طعام من هذين البخيلين، فقال لهما: هل شربتما قبل ذلك حساء الحجارة؟ قالا: لا، لم نسمع بهذا اللون من الحساء قبل اليوم. فقال جحا: إنه حساء لذيذ جدا. وأرادت الزوجة أن تعرف كيف يطبخ هذا الحساء، فقال جحا: هاتي لي قدرا وبعض الحجارة لأصنعه لكما. فأحضرت له الزوجة قدرا وبعض الحجارة كما طلب. أخذ جحا الحجارة وغسلها جيدا، ثم وضعها في القدر وملأه ماء، ثم وضع القدر على النار وطلب منها أن تحضر بصلا وبطاطس وبعض اللحم. فأحضرتها الزوجة ووضعها كلها في القدر، ولما نضج كل شيء في القدر قال لها جحا: أين الأطباق والملاعق؟ ملأ جحا طبقه كل ما في القدر من لحم وبطاطس وبصل، ولم يترك لهما إلا الحساء. ثم قال للبخيلين: هذا هو حساء الحجارة، ألذ حساء يمكن أن تتذوقاه. مسافر، it's a noun means traveler. عاصفة، it's a noun means a storm. هبت، it's a verb in past tense means blow. يبحث، it's a verb means search. مأوى، it's a noun means shelter. بيت ريفي، it's a noun means a country house. قصد إليه، it's a verb means went to it. طرق، it's a verb in past tense means knocked. باب الدار، it's a noun means the house door. صاحب البيت، it's a noun means the house owner or the house owner. ماذا، it's a noun means what.
تريد it's a verb means you want. تسكن it's a verb in present tense means to calm. يحتمي it's a verb in present tense means to take shelter. يتعشى it's a verb in present tense means to eat dinner. جوع it's a noun means hunger. شعر it's a verb in past tense means felt. خجل it's a verb means was shy. It's in past tense. خجل. حيلة it's a noun means trick, a trick. يحصل على it's a verb in present tense means to get. حساء it's a noun means soup. حجارة it's a noun means stones. هاتي it's a verb in command. هاتي it's a verb in command means to bring, bring. قدر means saucepan. ملأ it's a verb means fill. بعض it's a noun means some. لحم it's a noun means meat. Okay. بطاطس it's potatoes. It's a noun means potatoes. بصل a noun means onions. أطباق dishes. It's a noun. ملاعق it's a noun means spoons. يتذوق means it's a verb in present tense means to taste. حساء الحجارة. كان جحا مسافرا وفي الطريق هبت عاصفة فأخذ يبحث عن مأوى. رأى جحا بيتا ريفيا فقصد إليه وطرق بابه ففتح له صاحب البيت وسأله ماذا تريد. قال جحا أريد أن أحتمي بدارك حتى تسكن العاصفة. قال الرجل تفضل. كان الرجل بخيلا ولما حان وقت العشاء دخل ليتعشى مع زوجته تاركا جحا بمفرده. وبعد قليل عاد إلى جحا يتحدثان معه وشعر جحا بالجوع ولكنه خجل أن يسألهما طعاما. فكر جحا في حيلة كي يحصل على طعام من هذين البخيلين فقال لهما هل شربتما قبل ذلك حساء الحجارة؟ قالا لا لم نسمع بهذا اللون من الحساء قبل اليوم. فقال جحا إنه حساء لذيذ جدا. وأرادت الزوجة أن تعرف كيف يطبخ هذا الحساء. فقال جحا هاتي لي قدرا وبعض الحجارة لأصنعه لكما. فأحضرت له الزوجة قدرا وبعض الحجارة كما طلب. أخذ جحا الحجارة وغسلها جيدا ثم وضعها في القدر وملأه ماء ثم وضع القدر على النار وطلب منها أن تحضر بصلا وبطاطس وبعض اللحم. فأحضرتها الزوجة ووضعها كلها في القدر. ولما نضج كل شيء في القدر قال لها جحا أين الأطباق والملاعق؟ ملأ جحا طبقه كل ما في القدر من لحم وبطاطس وبصل ولم يترك لهما إلا الحساء. ثم قال للبخيلين هذا هو حساء الحجارة ألذ حساء يمكن أن تتذوقاه.